طلياني 20 سنتيم وريني ديك الشيء ديال 20 سنتيم 5 سنتيم ماشي 20 سنتيم حتى كتقول رب الله 5 سنتيم ماشي 20 سنتيم 5 سنتيم الله 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 شي كامل قبل المغرب اه شي كامل قبل المنتخب حنا على المباشر دابا حاليا نايضه عبد الصح من ها لا 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 هاني 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 حاليا على المباشر المشاهدين الكرام نايضه شعب الصح من قلب المحل ديال الطلياني اللي كيبيع ماسك دابا شي قريبه ب 20 سنتيم ولكن قال لك دابا غير 5 سنتيم طلياني اجي قرب عندي 5 سنتيم رمزي ودي ما عنديش 5 سنتيم شي دعوه ديال الخير حنا على المباشر حاليا دابا مرحبا مرحبا طالياني غادي يفرق ما كاينش لا شوفي حنا عارفينكم ما كاينش اللي هاز مع 5 سنتيم ما كاينش اللي هاز مع ريال ما كاينش اللي هاز مع 4 ريال حنا بغينا ان شاء الله باذن الله المنتخب يفوز غدا ان شاء الله على جنوب افريقيا يلاه شي تصفيق عليها مرحبا وبهذه المناسبه غادي نفرقوا عليكم كريم دوف على لا فابور والمنتخب ان شاء الله غدا ان شاء الله يفوز على جنوب افريقيا ويمشي بعيد يدي لنا كاس افريقيا ان شاء الله باذن الله المنتخب ما ياخذ لا والو كل شيء غيدعي ترى يلاه شد زغري تاع العيالات شي شكل طالياني رسول الله يا الشيله جا سيدنا محمد الله ما جاي علي تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم جيل جيل طالياني تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم مرحبا مرحبا الركراكي ولي داسو حتى فرقه ما ربحاتو وكاين المنتخب كاين المغرب اللي ما دعاش مع المنتخب لا غيدعي ان شاء الله شي سلام لما دعاش بسميتو غيدعي من قلبو ما كاينش شي حد ما كيبغيش بلادو وما كيبغيش المنتخب ديال بلادو شوف كل شيء كيبغي الملك كيبغي البلاد تنجح كيبغي المنتخب ينجح مرحبا مرحبا شي بزاف غير شي حياته يلاه عاش محمد السادس الناس ديما راه غير ما كنسجلوا حتى حاجه علاش كنخليو الناس يتقداو على خاطرهم يجيو عن طلياني ما نبرزطوهم ما والو هذا علاش الانسان كتحترم المشاعر ديال الناس ما كنخليو حتى حد يبان حتى بغى يبان شي حد هو بمحض الاراده ديالو مرحبا ما كاين حتى مشكل الجيش راه تبارك الله راه اللهم بارك راه حتى كتشوف ما غاديش سميتو واخا الناس ما كيشوفوش فابور من الماتش الاول وصلنا دابا تقريبا الثمانيه ان شاء الله غادي نبقاو غاديين بالفابور 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 غادي نتشارك في الماتش الاول قبل الماتش الاول شوف ما كاينش فايس مع الطالياني شوف اللي مرضي مرضي الوالدين عمرو يخيب ديما ينجح واللي سخي ان شاء الله ان شاء الله عاوتاني سخاوه اخرى انا شوف غادي وكنزيد غادي وكنزيد تن كلشي نشط كلشي نشط كلشي نشط نعم نبداو يلا البنات شي تزغريسه سلام على رسول الله الى الشيله جا سيدنا محمد الله ما بارك الله عليكم بسم الله هذا دوف فابور هذا دوف كادو من عند طالياني يلا المنتخب ان شاء الله غدا ينجح هانا هانا اختي هانا 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 باقي كيقولوا لنا الشامي ادعوا مع منتخبنا يفوز غدا ان شاء الله هادوف عند طالياني من محل من قلب محل طالياني فابور هادوف اللي وعدتكم به كادو دوف مرتب ديال اليدين ها هو ديال اليدين ها هو فابور عند طالياني مرحبا 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 ها المبروك توا فابور يلا ها المبروك فابور هلا مرحبا كل مره غنديروا لكم الكادوات بحال هكا من قلب محل طالياني حلي لي بنتي الله يرضي عليك حلي لي كنفرق حلي نفرق هادشي اللي بقى هنا يلا مرحبا دعي مع الطالياني دعي مع الطالياني مرحبا 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 تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم دعوا مع المنتخب يربح لينا يا رب امين يا رب امين نتمنوا النجاح لبلادنا والمنتخبنا والملكنا ان شاء الله مرحبا مساكن نتمنى لهم حظ موفق هاك خو عطيني عطي البنات فرك على البنات هاك فرك على البنات فرك على البنات مرحبا مرحبا كلشي ديالنا الحمد لله كلشي ديالنا كلشي ديالنا الحمد لله وشوف كلشي ديال الله كلشي ديال الله درهم ريال والو فابور شوف
الحمد لله الحمد لله اي حاجه. امين 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 اختي امين. تبارك الله عليكم محلكم هذا. مرحبا بكم مرحبا بكم. محلكم هذا شنو ما تقدرش بشي ثمن. دعوه ديال الخير راح تحصل من الدنيا وما فيها. والله العظيم اللي احسن من الدنيا وما فيها. ما بيناهمش المباشر مزيان. وريني شنو فرقت شي فابور. قول لي شحال داير. فرقت ضوف باقي عندك. فرق ضوف ديال كيرطب اليدين فرقته فابور. كنت وعدتهم عرفتش بالضبط كل واحد الثمن اللي يدير 20 15 ما عندناش مشكل. شوف شي تفرقها على ربع عود السنان كيتسمى كادو. الشارع عطاش الانسان شي حاجه شي هديه راه كيف ما كانت القيمه ديالها راه المهم فرقتيها انت فرقتيها كادو. انا في الفيديو الاول انا جاي تهبطت كتبيع الماسك ب 20 فرنشين. لا الماسك فرقته فابور راه كنقول لهم كنقول لهم ريال ولكن ها تنضحك على رمزي فهمتي ها تنبغيهم نبسطو مع الكليان ونبسطو مع اما اللي تيرا تياخذ فابور راه فرقت لك شي فابور لك ماشي مشكل حسبي لها خمسه يلا خمسه ماشي مشكل حنا ناشطين. خمسه دراهم خمسة دراهم خمسة دراهم انا طالياني راه عندي خمسة دراهم 10 دراهم انا ناخذ دراوش طالياني راه كنموت شي خاب انا راه كنموت على كورة انا كنموت على كورة غدا ان شاء الله غنربحو اللي ربحنا غنشط وجي عاوتاني نفرقوا الفابور. جا عندك غدا مورا الماتش ولا سير الماتش؟ مورا الماتش بطبيعة الحال مورا الماتش تنشط ولا ما كنتيش ناشط؟ لا لا ضروري غنشطو ان شاء الله ضروري غنشطو ضروري غنشطو لا والو عمر طالياني ما يزيد الثمن. انا جبت لهم شي حاجه جبت لهم شي حاجه مفقوده كاع اليوم عطيت الناس نشطوا والله نشطوا. كاين الناس اللي عيطوا لي من خارج المغرب وكيدعوا معايا كيقول لي سير الله يسهل عليك كتنشط الناس وكدير مع الناس مزيان سير الله يسهل عليك من داخل ومن خارج المغرب. كنحفزوا الناس. شوف التجاره دابا ولا التحفيز ضروري دير مع الناس السخاوه ودير معهم الكادوات. نقول لك واحد 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 طريفه من الطرائف مره مره كنقول لك شي طريفه من الطرائف. واحد السيد واحد السيد هذا ديال عزيز داداس كنحييه من هذا المنبر. تحيه لعزيز داداس صاحبي صديق ديالي عبد المطلب طالياني. هو راه ما كانش كيعرف طالياني كيعرف عبد المطلب. مو البارفان زيرو اللي قلت لك هديت ليه بارفان ديال زيرو بمناسبه الفيلم اللي كان دار ديال زيرو وجاته مفاجاه. الله يسهل عليه فنان مقتدر الله يسهل عليه عزيز خويا. المهم قلت لك من بين الطرائف اللي وقعوا ثاني واحد السيد حل واحد على قولة الله اكبر حل واحد الريستورون وما تمشاتش ليه غير هذا الاسبوع هذا عرفتي. ومشيت بقيت كنشوف هو تيعرفني قلت ليه غنوريك واحد الطريقه عرفتي. بان لي قهوه فيها غير الكراسن غير اللي كيسربوا والناس اللي كيطيبوا لداخل خاويه خاسر عليها الزباله ديال الفلوس. ريستورون عرفتي خاسر عليها الزباله ديال الفلوس خاويه كتصفر وترى. شوف انا عطيته واحد اللمسه ديال الطالياني راه ضروري كتعطي شي واحد شي حاجه يديرها ولو نصيحه كيعمل بها. قلت لي غادي شوف عندك اصدقاء قال لي عندي. قلت لي عندك العائله قال لي عندي. قلت لي غنخدم لك هذه القهوه غنعطيك واحد الطريقه غديرها غتخدم. قال لي اما هي. قلت لي غتعيط على الاصدقاء ديالك وعلى العائله وغتبدا تغديهم يوميا فابور. قلت لي غنعطيك اسبوع اسبوع هذوك اللي غيجيو العائله والاصدقاء ما غيلقاوش فين يريحوا غيجيو غيلقاو واقفين برا. صدقات انا ريان 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 قفرتها ودعوا مع الطالياني. قلت لي غتشد الاصدقاء ديالك والعائله ديالك غتهلا فيهم. قلت شي عيب غتهلا فيهم. ثلاث طوابل عمرهم اسبوع بالعائله ديالك والاصدقاء ديالك كل نهار يتغداو عندك. عمر القهوه عمر القهوه تعمر تبان القهوة عامرة وبقات كتعمر العائلة والأصدقاء العائلة والأصدقاء. تولوا جاو واحد النهار لقاو القهوة عامرة ما لقاوش فين يريحوا. قال لهم بارك عليكم القرية مارشات الله يسهل عليكم نصيحة ديال الطالياني. مرحبا مرحبا مرحبا. المنتخب الوطني بطبيعة الحال هادشي كيوصل مكونات المنتخب الوطني إن شاء الله الله يسهل عليهم. كنقول لهم كونوا رجال كونوا رجال نصيحة ورسالة للمنتخب الوطني. كنقول لهم كونوا رجال راكم كتمثلوا بلادنا راكم كتمثلوا المغرب أحسن بلد في العالم احسن بلد في العالم كتمثلو. هذه دابا المغاربه خصنا النساء لما عندهم فرحه فرحتين. ملي كيربح المنتخب كتفرح واحد ربح المنتخب كتفكروا الطاليان غيفرق الفابور. مرحبا مرحبا اسيدي غنفوزوا حنا نفرقوا السلعه مالنا راه اللي مشى كيتخلف اللي تفرق كيتخلف. قد با مالنا قولي لي ترى 20 عام وانا كنفرق الفابور ما عمري درت شي فيديو راه يلاه بديت ندير فيديوهات هذا العام ديما تنفرق. انتم الناس كيسمعوا المباشر ما مشيتش شي بلاصه وخدمت بلا قبل من المحل ما مشيتش شي بلاصه وخدمت وما قالوش تجيب اركادو الطالياني حتى كياخذوا سلاك وكرنا كادو. الله يستر لك الطالياني دابا حاليا قبل المحل ديال الطالياني. مرحبا بكم. الضحك
راك شي جيش اللهم بارك كل شيء ناشط كل شيء ندير القبه الزاويه هذه جينا 20 سنتيم كتفاجئ 20 سنتيم ما بقاش ما كاين 20 سنتيم الاول وكاين فابور يدعوا مع المنتخب وياخذوا الفابور مرحبا تحيه لكم وتحيه للمغاربه كاملين هذا هو اللي كاين ديما في القلب في القلب في القلب في القلب وكنوصل المغاربه كلهم يحافظوا على الروح الوطنيه ديالهم تبارك الله عطاني ان شاء الله نربحوا باذن الله ان شاء الله من بعد الماتش مباشره اجي عندي مرحبا وغتشوف لي سيربريز يا الله المفاجاه